كمل معايا الفيديو ده للآخر وهتعرف إزاي تهوست أو تستضيف N8N على سيرفر من أمازون ويب سيرفيسز، كل ده بطريقة مجانية تماما وفي 5 دقايق بس. بالإضافة لكده كمان هتاخد $200 كريدت على السيرفر دوت من أمازون ويب سيرفيسز. يلا نشوف هنعمل كده إزاي في 5 دقايق. هنخش هنا على AWS EC2، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. لو نزلنا هنا بصينا هنلاقي ان هو بيدينا $200 واحنا بنكرييت نيو اكاونت. هنيجي هنا فوق على اليمين وهنقول له كرييت نيو اكاونت. بعد ما عملنا الاكاونت ودخلنا البيانات بتاعتنا، الداشبورد هتفتح معانا بالشكل ده. اجي هنا في السيرش وهكتب EC2، هختار من القائمة EC2، هيدخلني على الداشبورد. هنا هقول له launch instances، هكليك عليها عشان لانش نيو انستانس. هدي الانستانس او السيرفر بتاعي نيم، هنا هسميه N8N-Demo، وهتأكد ان الاوبريتنج سيستم اوبونتو، وهتأكد برضو ان الانستانس تايب من نوع T3 مايكرو. وبعد كده هنزل هقول له كرييت نيو كيبير، ده زي مفتاح هستخدمه كل مرة وانا بكونكت على السيرفر. هنا هديله نيم N8N-Demo-Key وهقول له كرييت نيو بير. اعمل داونلود للكي فايل نسيفه عشان هنستخدمه بعدين. سيب بقيه الكونفيجريشنز على الديفولت وهقول له لانش انستانس. هيبدا يكرييت الانستانس بتاعتنا، وبعد ما يخلص هنكليك على الاي دي هنا. هيدخلنا على الانستانس ديتيلز وهنشوف الستاتس هنا راننج، بس هي في الحقيقه لسه انيشاليزد. اخر حاجه هنا هي السكيورتي جروب. هنيجي عند Security وهنكليك هنا على Security Groups وهقول له Edit Inbound Rule، وهاجي هنا هقول له Add Rule Custom TCP. دي البورت بتاعها هيكون البورت بتاع N8N وهو 5678، وهنا هقول له 000 وسيف. تاني خطوة هنكونكت على الانستنس. ممكن نكونكت عليها من التيرمينال، وممكن نكونكت عليها من تول اسمها تابي. انا بفضل تابي لان دي بتسهل الكونكشن لكل مرة. هنخش هنا على تابي وهنقول له داونلود، هنختار الفيرجن المناسبة للجهاز بتاعنا. انا هنا بستخدم ماك او اس فهختار الاوبشن دوت. بعد كده هيعمل لي داونلود، هسطبه وهاجي على الانستانس بتاعتي هنا، هعمل كوبي للبابليك اي بي فيرجن 4 ادرس. بعد ما سطبت تابي هيفتح معايا بالمنظر ده. هاجي من على الشمال هنا هختار بروفايلز اند كونكشنز، هقول له نيو بروفايل، هختار من السيرش اس اس اتش وهدوس عليها واديله نيم. بعد كده هنزل عند الهوست، هعمل بيست للاي بي ادرس اللي انا كنت واخده من الانستانس على اي دبليو اس. بعد كده هقول له اليوزر نيم اوبونتو، هنزل عند البرايفت كيز وهقول له اد ا برايفت كي، وهنا هختار الفايل بتاع الكي اللي انا نزلته وانا بسيطه بالانستانس، هقول له سيف. وبعد كده هاجي عند علامه الرن هنا وهكليك رن. كده احنا عملنا كونكشن على الانستانس. يلا بقى نبتدي نسطب دوكر وN8N. هندخل الكوماند دوت عشان نسطب دوكر على الانستانس، هسيب لكم الكوماند في الديسكريبشن. بعد ما يسطب دوكر هنيجي هنقول له ستارت السيرفيس بتاع الدوكر، سودو سيرفيس دوكر ستارت. بعد كده هروح على الريبوزيتوري بتاعت N8N على جيت هاب، هاجي عند ديبلوي وذ دوكر وهاخد اول كوماند كوبي، هروح على تابي وهعمل له بيست. لو لقينا الايرور دوت معناها ان اليوزر ما عندوش بيرميشن، هنحتاج نكتب سودو قبل الكوماند. بعد كده هنرجع ناخد الكوماند التاني كوبي، وهنيجي هنا في تابي هنقول له بيست، بس هنغير كام حاجه. اول حاجه هنغير الباث، هنخليه هوم سلاش اوبونتو، وهنيجي هنا مكان بعد N8N هنقول له داش اي، هنحط له environment variable. الـ environment variable ده اسمه N8N underscore secure underscore cookie، وهنقول له إن ده هيبقى false. بعد كده هنيجي هنمسح داش داش rm وداش it وهنحط مكانها داش d، وهنحط sudo في الأول. وزي ما احنا شايفين هو كده بينزل N8N جوه دوكر على السيرفر.
وكده نكون سطبنا NetIn على السيرفر for free. كده ما فاضلش غير ان احنا نرجع على الـ AWS Dashboard ونخش على الـ Instance Details، ناخد الـ Public IP Address ونحطه في الـ URL ونحط بعديه نقطتين اللي هم اسمهم كولون، وبعد كده هنحط البورد 5678 وكده يفتح معانا NetIn. نحط له الايميل وهنديله First Name و Last Name وهنديله Password، بعد كده هنقول له Next. هيطلع لك الفورم ديت، هيسألك فيها شوية أسئلة جاوب عليها زي ما انت عايز. بعد كده هيقول لك لو عايز البيت فيتشر أو الخدمات المدفوعة فور فري مجانا فوريفر للأبد، يبقى دخله الإيميل بتاعك ودوس على Send me a free license key. كده هو بعت لي إيميل فيه Activation key، هاخده كوبي وهرجع هنا على الداشبورد عند الـ Usage and Plan، هكليك على Enter Activation key وهعمل بيست للكي اللي انا خدت كوبي من الايميل، وكده هو بيقول لي ان اللايسنس اكتيفيتد وتقدر تستخدم البريميوم فيتشرز. وكده بقى عندنا نسخه من NetIn الكوميونتي اديشن فيها كل الفيتشرز على AWS وفري ببلاش تماما. حاجه اخيره ودي مهمه جدا، نرجع على AWS كونسول وهنخش على السيرش، هنكتب كوست، هيطلع لنا هنا البيلينج اند كوست مانجمنت، هندوس عليها وهنا نقدر نشوف ايه الكوست او ايه التكلفة بتاعة السيرفر بتاعنا، بحيث لو السيرفر بتاعنا عمل او عدى الليمت بتاعه نقدر نعرف ونلغي السبسكريبشن او ندخل الكريدت كارد بتاعنا. وبكده يا صديقي العزيز احنا خلصنا النهاردة، اعمل سبسكرايب ولايك عشان يجيلك الفيديوهات الجديدة، اشوفك على خير ان شاء الله.